نتمنى من الشباب جميعا في جميع المناطق في جميع الأحياء الحفاظ على بنغازي والحفاظ على المؤسسات، سواء كانت مؤسسات خدمية أو مؤسسات عسكرية، لا للتخريب لا لحرق الإطارات. نعتصم وما ناش موقفين على اعتصامنا إلا لما توفر مطالبنا، لكن لازم نكون ونعطوا الناس الانهيار. والله الله لو كان طلع من تحت السيطرة من تحت كان ما عاد سيطروا عليه، لكن الحمد لله رب العالمين ما زال عندنا ناس واعيين وفاهمين ويقودوا الشباب، وما زلنا نبوا صلاح وعمار البلاد، وراه ومطالبنا ما زلنا عندهن، ما زلنا نبوا سيوله، وما زلنا نبوا ضي، وما زلنا نبوا نافته، وما زلنا نبوا محاسبه الفساد اللي خربوا الدوله ونهبوها.